مرحبا اصدقائي، معكم ياسين جامر. رجعت لكم مقطع جديد، واليوم يا شباب بدي اعرفكم على سيرفر ممتاز للسرفايفر، وطبعا الاي بي راح يكون بالوصف. ويلا خليكم مع المقطع. رجعت لكم يا شباب. هلا مثل ما كنتم شايفين لكم كيف السيرفر، يعني بناؤه حلو كتير، ومع انه يعتبر جديد، يعني كتير جديد، يدوب الاعضاء بتوصل فيه 10، شايفين؟ فهلا يعني هيك انه اذا اشتهر هذا السيرفر ممكن يحط العاب جديده الصغير السرفايفر، بيعمل العاب بي في بي. بس بدي انوه على شغله، انه السرفايفر اللي انا هلا قايل عنه هو مو سرفايفر الجيمز، هو السرفايفر يعني بالشكل العادي. اما سرفايفر الجيمز قتال، يعني بتشبه لحد كبير البي في بي، انه بتكون انتو مثلا الاعداء بتكون هيك بشكل دائره، بيكون بالنص صناديق وانتو بخريطه كبيره، وبيكون يعني موزع الصناديق بشكل عشوائي بهالخريطه. فانت بدك تاخذ الصناديق يعني، وتحاول تدور على شغلات منيحه فيها، وتقتل الكل وتضل انت اخر واحد هيك بيتبقى مشان تفوز يعني. اما السرفايفل لا، هي شكلها غير. انت بالاول بدنا نكوس هاللافتة، هلا رح اشرحها. هون بيحطوا لك انه تحذيره انه المكان خطير ممكن يكون. هلا انت هون بتجيب الاول يا شباب، بترس انه هون بعدها يعني هي مثل العالم السرفايفل. بعدها بتروحوا مثل ما انكم شايفين، ليكو هذا الشخص هون بين، بتروحوا بتصيروا تبنوا بقى، فيكن تكتشفوا المناطق وتبنوا باي منطقة بدكم اياها، شايفين؟ ان هيك بتروح من اي جهة بدكم اياها وبتبني. فيك تبني حتى صديقك اذا بدك، فيك تبني وين بدك. ان هذا السيرفر يعني انه له هيك مستقبل منيح، يعني ممكن يكون اذا صار له هيك عالم تلعب فيه ولاعبي، لانه مثل ما نكون شايفين ابنيته حلوة وساعته جديد، وممكن يكون له اسا العاب جديدة. ان فيعتبر سيرفر ممتاز هيك اسا مستقبل. بس انه هاي الشرح هيك بسيط يعني عن اللعبة بالسيرفر، وانتو فوتوا واكتشفوه اكيد بدو يعجبكم. بس يا اصدقاء، هون بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. انتو فوتوا هلا على السيرفر واكتشفوه لحالكم، اكيد بدو يعجبكم، انه حلو كتير للسيرفايفر. وإسا اذا ان شاء الله بعدين بيصير في العاب جديدة وبيصير احلى السيرفر. اتمنى يكون عجبكم الفيديو. اذا عجبكم الفيديو حطولنا لايك واشتركوا بالقناة. كان معكم ياسين جاما، مع السلامة.